مرحبا، حلقة لوج إن بلشت مع مجموعة أخبار سورية كانت تريند ونالت نصيبة من الحزن بين السوريين. فيديوهات وصور بتغصص وبتوجع القلب، والبداية من تصدر هاشتاج ارفعوا العقوبات عن سوريا وارفعوا الحصار عن سوريا يلي كان وما زال تريند لحد هي اللحظة، والسوريين يلي من أول لحظة إيد بإيد عم بيواجهوا هالكارثة وعم بيواجهوا بالطرف المقابل عقوبات الغرب بمضاعفة هذا الوجع. لهيك خلونا نبدأ فوراً أول أخبارنا وأول لوج إن على فيسبوك. الزلزال الأعنف والكارثة الإنسانية الكبيرة يلي لحقت بالسوريين، الخسارة الكبيرة بالأرواح. الأرواح يلي لحد هذا الوقت مو معروف العدد الحقيقي لإلهم، لأنه لهلأ في ناس بعدها تحت الأنقاض وناس لهلأ ما حدا بيعرف عنها شيء، مفقودين بأعداد كبيرة ووجع وحزن وغصة وألم بقلوبنا. وغير المساعدات والحملات والتبرعات العديدة يلي بدرت من السوريين بكافة المحافظات لأخوانهم المنكوبين، اليوم تصدر هاشتاج ارفعوا العقوبات عن سوريا للتريند على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. هالهاشتاج يلي عم بيذكر المجتمع الدولي وعلى مدى السنوات الـ 12 الماضية إنه الشعب السوري عم بيعيش تحت وطأة العقوبات يلي فرضتها الدول الغربية، لا كهرباء، لا غاز، لا مازوت يدفوا الناس، ولا حتى دواء ولا مساعدات طبية متوفرة بالصيدليات. نحن مالنا شعب بربري، نحن بلد متحضر قدمنا للبشرية الكثير، والعقوبات لحد هذا الوقت بتتعارض مع القانون الدولي ومبادئ الإنسانية، وهي أساساً السبب بإيقاف عجلة التنمية والحرمان من إعادة إعمار البلد. هاشتاج ارفعوا الحصار عن سوريا وارفعوا العقوبات عن السوريين سلط الضوء على الكارثة الإنسانية يلي صارت وعلى الناس البريئة يلي ناطرة بس الفرج. هالشعب التعبان متوقع إنه المجتمع الدولي يرفع عقوباته عنه، ولكن بكتير من الكومنتس كان الرد المتوقع إنه ما حدا سائل، خصوصاً بالمساعدات يلي ما لقت طريقة ببداية الموضوع لبلدنا. تاني خبر وتاني لوج إن مرة جديدة على فيسبوك. اليوم يمكن كل الأنظار وأخبار السوشيال ميديا متوجهة نحو المساعدات الإنسانية أو الطبية يلي كتار مننا أو من السوريين ما قصروا بجمعة وكانوا فعالين بطريقة مهمة، ولكن اليوم البعض نسيان أنه في ناس بعدها تحت الأنقاض. فيديوز كتيرة للأمانة انتشرت وضجت فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لفت نظري هالفيديو يلي كتار يمكن عبروا عنه وانتشر للجيش العربي السوري بعناصره كافة، بالإضافة للمدنيين يلي عم ينتشلوا جثث من تحت الركام. هدول الأبطال يلي بمعداتهم الخفيفة قدروا أنه يمشوا بخطوة لقدام، ولكن اليوم عن جد هن بحاجة لآليات ولفرق مدربة ومتمكنة لحتى تقدر تتعامل مع هذا الوضع بطريقة صحيحة. هن عملوا يلي عليهم وعملوا يلي بيقدروا عليه، ووصلت معهم لمرحلة يمكن مثل ما عم بنشوف في مقاطع الفيديو أنه عم بينبشوا بالركام بأيديهم لحتى يدوروا على الناس تحت الأنقاض بوقت مفروض أنه يكونوا هن مجهزين ومزودين بكل آلياتهم يلي أساساً ما لا موجودة بسبب الحصار وأيضاً العقوبات على بلدنا سوريا. خلونا نتابع ونرجع. ثالث أخبار جولة اليوم وثالث لوج إن على تويتر.
قدام تهافت دولي على إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة بتركيا، غابت الحماسة الدولية نفسها بتحدي العقوبات الأمريكية وانتشال السوريين من تحت أنقاض الحصار. زلزال مدمر وحصار أكثر تدمير. سوريا اليوم عم بتلملم جروحها بظل الإنسانية المجزأة يلي ظهرت بأبشع صورة من الدول الغربية يلي ما تحركت ضمائرهم من بعد هالمأساة والفاجعة يلي صارت، وبظل حاجة سوريا الملحة لأوسع دعم بالمعدات أو الاختصاصيين. اليوم عم ينصاع الغرب مرة جديدة لأوامر واشنطن يلي عم بتعرقل بعقوبات أي أمل للسوريين بإغاثة المنكوبين العلقانين تحت الركام ويلي عم تتضاءل فرصهم بالحياة مع مرور الوقت بس كرمال السياسة بنفاق غربي حاولوا أنه يوقفوا المساعدات الإغاثية يلي السوريين اليوم بحاجتها أكثر من أي وقت مضى. والحصار الاقتصادي الغربي اليوم زاد من تداعيات الزلزال على سوريا. اليوم ما فيكم تتجاهلوا أنه الدولة السورية هي دولة شرعية ممثلة رسمياً ويفترض أنه يتم التعامل معها مباشرة لأن العقوبات والحصار عم بيطال الشعب والحكومات أيضاً. والولايات المتحدة والدول الغربية اليوم وباستمرار العقوبات على سوريا تتحمل النصيب الأكبر من مأساة دفن الضحايا أحياء تحت الأنقاض وعدم تحركها ولو من خلال رفع الحصار، دليل على أن الشريكة بهي الجريمة ومسؤولة عنها. أنا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا مجموعة أخبار لوجين بلفة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد موعدي معكم بيتجدد مع بداية الأسبوع القادم إذا الله راد، ومن هلأ لوقتها يا رب تضلكم بألف خير. باي باي.